امثله على كده الجزء بتاع الكوزاين سيجنال. الكوزاين سيجنال باي ديفينيشن الانرجي بتاعته هيروح للانفينيتي، اوكي، لان انا بقى انتجريت حاجه بوزيتيف افري وير، يعني الارقام دي كلها ارقام بوزيتيف. لو خدت رقم بوزيتيف، يعني خدت اصغر رقم من الارقام البوزيتيف دي وضربته في انفينيتي، عشان الليمت بتاعتي هنا انفينيتي، يبقى لازم يطلع لي انفينيتي. طيب لما بتكلم على الباور بتاعتها، الباور بتاعتها بقى لا، هلاقي ان لها قيمه، اوكي، لها قيمه ازاي؟ لان هي بيسكلي بقى انتجريت الكلام ده في بيريد، اوكي، فالكلام اللي هنا ده يطلع لي في الاخر رقم فاينايت، وبقسمه على البيريد نفسها، لما باخد الليمت هلاقي في الاخر يطلع لي رقم فاينايت، اوكي. عامة لما بنكون عندنا periodic signal بالمنظر ده كده، احنا مش محتاجين نعمل الكلام ده، مش محتاجين نعمل mathematics دي، ولا نحسب integrations ولا حاجات زي كده. احنا actually بنحاول في الكورس ده ان احنا يبقى الكونسبت عندنا اكتر من ان احنا عندنا بنحط ال examples دي في equation، ونقعد بقى نعمل number crunching، يعني نقعد نحسب حسابات يعني. لا، احنا عندنا دي periodic signal، يبقى انا عارف على طول انها infinite energy و finite power، اوكي. طيب المثال التاني اللي هو هنا ده، اللي هو عباره عن كومبلكس نمبر بالمنظر ده كده، لو خدت الابسولوت فاليو بتاعي، ابسولوت فاليو بتاع الكلام ده، دي برضه ناخد في اعتبارنا ده عباره عن كونستنت، ودي عباره عن بيريودك سيجنال. اتفقنا الكومبلكس اكسبوننشال ده اللي هو اي تو ذا جي تي في اي حاجه باي بقى فريكونسي، دي ستيل برضه تعتبر بيريودك سيجنال. فمعنى كده ان انا في الاخر البيريودك سيجنال بتاعتي دي، لو هي مايز انفينيتي انفينيتي، يبقى دايما الانتجريشن بتاعي يبقى بكام؟ بيبقى برضه بيبقى بانفينيتي، يبقى معنى كده تبقى انفينيت انرجي. بس انا هنا في المثال ده جايبين من زيرو اقل من او يساوي تي اقل من يساوي 10، يعني خدنا فاينايت سبورت فيرجن من السيجنال دي، فمعنى انها فاينايت سبورت. فاينايت سبورت باي ديفينيشن هتلاقي ان الانرجي بتاعتها بتبقى فاينايت، اوكي. وطالما الانرجي فاينايت، يبقى لازم الباور تساوي صفر، لازم الباور تساوي صفر، ما ينفعش الباور تبقى تساوي حاجه ثانيه، اوكي. طيب لما بتكلم على بالس مثلا زي اوف تي بتساوي واحد من زيرو لغايه 10، يعني من تي بتساوي 0 لغايه تي بتساوي 10، اوكي، وزيرو اذروايز. نفس الكلام، دي عباره عن فاينايت سبورت سيجنال، يبقى الاقي الانرجي بتاعتها فاينايت، والاقي الباور بتاعتها بتساوي صفر، اوكي. فاي فاينايت انرجي سيجنال باي ديفينيشن نلاقي لها الباور بتاعتها بتساوي صفر، لان الايكويشن بتاعت الباور كانت عباره عن الانرجي بتاعتي، اوكي، مقسومه على التي، كويس. فالتي دي لو كانت يعني الانتجريشن بتاع ماس انفينيتي انفينيتي، يبقى معنى كده ان انا بيبقى عندي رقم على انفينيتي، يبقى معنى كده لازم يطلع بيساوي صفر عشان احسب الباور بتاعته.